كالنور يخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها حين نلقاه يوم القيامة. رجل في الزمن الماضي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم قصته. هذا الرجل اسمه جريج، كان رجلا عاديا، فاشتغل بعبادة الله جل وعلا، فازداد من العبادة وترقى فيها حتى صار أكثر الناس عبادة في قومه، فبنى بالقرب من بيته صومعة، مكان للعبادة يجلس فيه ويتعبد الله جل وعلا فيه. بنى هذه الصومعة من طين، أراد أن يكون زاهدا بعيدا عن الدنيا وملذاتها، وكان في الصومعة بعض الفتحات مثل النوافذ، وكان كل يوم يجلس من صباحه إلى ليله إلى مسائه، يجلس في هذه الصومعة ويتعبد الله عز وجل فيها. ومن أفضل من هذا الإنسان الذي ترك الدنيا وتفرغ لعبادة الله، خاصة في ذلك الزمن الذي ابتدعت فيه الرهبانية، فلما ابتدعوها كتبها الله عز وجل عليهم، فمنهم من رعاها ومنهم من لم يرعاها، وابتدعوا فيها ما ابتدعوا. هذا الرجل كان متفرغا لعبادة الله، وكان عنده أمه ليست عندها إلا هذا الولد، وكانت إذا أرادت منه حاجة جاءت إليه تناديه وهو في الصومعة ليلبي طلبها. وفي يوم من الأيام اشتدت عبادة هذا الرجل جريج العابد المعروف في بلده وفي قومه وفي الناس الذين كانوا يعيشون، إذا قيل لهم جريج الكل عرفه، العابد الصالح الزاهد التقي. في يوم من الأيام أمه خرجت إليه تناديه، فقالت له: يا جريج يا جريج. وكان يصلي فاحتار في أمره، قال: أمي وصلاتي، يعني ماذا أقدم؟ أقدم أمي أو أقدم صلاتي؟ والأم تنادي وهو لا يرد عليها. أمي وصلاتي، فاختار صلاته وترك أمه. أمه تريده، لكنه للأسف إن كانت نافلة كان عليه قطعها، لأن الاستجابة للأم أولى، وإن كانت فرضا كان عليه أن يخففها ويدرك أمه، لكنه أفرط في تعلقه بالعبادة، وما علم أن الاستجابة لأمه أيضا عبادة، بل من أعظم العبادات عند الله جل وعلا. قال: أمي وصلاتي أمي وصلاتي، لكنه ترك أمه، فانكسر قلبها وحزنت وخرجت من عنده وذهبت إلى بيتها حزينة كثيرة ولم يأتي إليها. في اليوم الثاني أمه ذهبت مرة أخرى، فجاءت إليه تناديه: يا جريج يا جريج. وجريج لا يرد عليها. أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته على أمه، قال: صلاتي. ترك أمه وأمه تناديه، كان يستطيع أن يقطع الصلاة النافلة ويستجيب لأمه، لكن غلب هذا على هذا، قال: بل صلاتي. رجعت أمه أسيفة حسيفة تقول: لم لا يستجيب لي؟ أليست طاعتي عبادة؟ لم يأبه بهذا. جاءت في اليوم الثالث تناديه تقول: يا جريج يا جريج، وهو لا يستجيب لها، قدم صلاته. فلما علمت أمه بهذا غضبت، فدعت الله عز وجل عليه وقالت: اللهم، شوفوا دعاء الأم، دعاء الأم مستجاب: اللهم لا تمته حتى تجعله ينظر في وجوه المومسات، لا تجعله يموت حتى ينظر إلى وجوه العاهرات المومسات. كأنها غضبت عليه، ما دعت عليه بالزنا، ما دعت عليه بالفاحشة، ما دعت عليه باللعنة،
قالت لكن لا تجعله يموت حتى ينظر في وجوه المومسات. بالنسبة لهم دعاء خطير هذا، هذا بالنسبة لهم من أشد أنواع الدعاء، أنها تدعو على ابنها أن ينظر في وجوه المومسات. ما بالنا اليوم والناس ينظرون إلى المومسات في التلفزيون، العاهرات في الكليبات، الساقطات في الأفلام والمسلسلات. الآن الشباب والأولاد والكل طالعهم في البيوت عادي عندهم، مع أن هذا كان دعاء الأم على ولدها أن ينظر يوم من الأيام إلى وجوه المومسات. كم هم الناس مبتلون اليوم بالنظر في وجوه المومسات للأسف. فدعت الأم على ولدها، ودعاء الأم على الولد مستجاب ولا شك، لكن انتظروا متى يستجيب الله لها ولو بعد حين. دعت الأم على ولدها وكان يستطيع أن يجيب أمه إن كان في نافلة، كان يستطيع أن يخفف صلاته إن كان في فريضة، كان يستطيع أن يأتي إليها بعد عبادته فيتسامح منها ويقول يا أمه ماذا تريدين، يا أمه اطلبي ما تشائين. كان يستطيع أن يجمع بين عبادة الله وبين طاعة أمه، لكن ربما هو تلبيس من إبليس على هذا العابد، فغره في عبادته وترك أمه المسكينة، أمه الضعيفة. والله بعد الأمر بتوحيده وصانا بطاعة الوالدين وبالوالدين إحسانا. ما فهم جريج هذا الأمر، جريج بالغ في عبادة ونسي الحقوق، حق أمه. كم من إنسان يبالغ الآن في العبادة وينسى حق زوجته، كم من إنسان يبالغ في العبادة وينسى حق أولاده، بل وينسى حق نفسه. لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك حتى ضيوفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. جريج ما قسم الحقوق، حق الله وحق الناس وحق النفس. ما علم جريج هذه المعادلة فنسي حق أمه. أمه كانت تحبه، لكن أحيانا شدة الغضب يجعل بعض الأمهات يفعلن هذا الفعل. أحيانا بعض الأمهات تحب ولدها، لكن لما تعصب عليه الله يلعنك، وقد يستجيب الله لها. لما تعصب عليه تدعو عليه بالعمى. أم تدعو على ولدها بالمصيبة، تدعو على ولدها بالعمى، تدعو على ولدها بالفقر، تدعو على ولدها بالمرض، وهي أمه، وما تدري أنها تصادف ساعة استجابة فيستجيب الله لها. قالت أم جريج اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. مرت الأيام، نسيت الأم دعاءها. جريج لم يدري ماذا صنع، جريج ما درى التقصير الذي وقع فيه في حق أمه. مرت الأيام والناس يتحدثون، من مثل جريج في العبادة؟ من يستطيع أن يترك الفتن ويبتعد عن الذنوب مثل جريج؟ فضربت فيه الأمثال وتناقل الناس حديثه، والكل بدأ يتكلم عن جريج كأنه أسطورة من الأساطير، كأنه قدوة ليس كغيره من القدوات. إنه جريج العابد الذي طلق الدنيا، الذي ترك ملذاتها، حتى الزواج ما كانوا يتزوجون، متع الدنيا ما يأخذون منها شيء، فقط طعام يسير ويجلس في بيت الطين الصومعة ويتعبد الله صباح مساء. من مثل جريج؟ سمعت بجريج امرأة كانت في ذلك الزمان في قرية جريج، فقالت للناس ماذا تعطوني إن فتنت جريجا، هذا العابد الذي اسمه جريج أنا أفتنه بجمالي بذكائي بمكري. وانظروا إلى المرأة إذا استغلها الشيطان، وانظروا إلى المرأة إذا استغلها أعداء الله لفتنة الصالحين وفتنة أهل الإيمان. جاءت وتعرضت لجريج وتكشفت لجريج
وجريج يردها، وكلما جاءت إليه يصدها. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لكن جريجا كان يقول: إني أخاف الله. كلما تعرضت له قال: معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعل حراما وأنا الذي تركت الدنيا من أجل الله عز وجل. حاولت المرأة مرة ومرتين وثلاث وعشر، لكنها يعني أصيبت بالضجر. شنو هذا الإنسان؟ هذا صخر ولا إنسان؟ فرأت راعيا، هذا الراعي كان يتردد حول الصومعة يرعى الغنم، وكانت كلما أرادت أن تفتن جريج فلم تستطع رأت الراعي وتكلمت معه، فمكرت مكرا وذهبت إلى هذا الراعي وراودته عن نفسها، فذهبت معه واختلت هذه العاهرة بذلك الراعي، فوقع عليها وزنى بها، وأرادت أن تمكر هذه المومس بجريج العابد، لكنها ما استطاعت، فوقع الراعي عليها، ومرت الأيام وحملت من هذا الراعي. أرادت أن تمكر بمن؟ بجريج ذلك العابد. كيف هذا المكر؟ وماذا صنعت هذه المومس العاهرة؟ وماذا حصل لجريج العابد؟ وهل استجاب الله لأمه؟ كونوا معنا لكن بعد الفاصل. مرت الأيام والشهور وجريج لا يدري عن شيء. جريج رجل عابد ليس له إلا صومعته وعبادة ربه. بعد شهور والعاهر حامل، ولدت هذه العاهر. لما علم الناس سألوها: يا فلانة، والكل يعلم أنها عاهر مومس إنسانة ساقطة، سألوها: من والد هذا الرضيع وهذا الغلام؟ شوفوا مكر النساء الآن، إذا كانت المرأة ليس في قلبها دين وليس في قلبها إيمان، المرأة إذا استخدمت من قبل شياطين الجن والإنس قد تفتن أكبر إنسان، فإذا لم تفتنه تستطيع أن تمكر به. إنك إذا كنا عظيم، مثل ما فعلنا مع يوسف عليه السلام، الآن هذه المرأة تريد أن تمكر بجريج لأن في قلبها حقد ما استطاعت عليه. سألوها: من أبو هذا والد هذا الغلام؟ فإذا بها تجمع الناس حولها، وتجمع الناس الآن يريدون أن يعرفوا الخبر. فقالت لهم: والد هذا الغلام، أتعرفون من؟ قالوا: من؟ قالت: إنه جريج. ماذا؟ إنه جريج العابد. ثار الناس، صاحت الجماهير، تكلم الغوغاء: جريج الذي صور نفسه لنا بأنه عابد، جريج الذي ينصحنا في العبادة، جريج الذي يتظاهر بأنه الزاهد العابد التقي الورع. أحيانا الشخصيات الكبيرة إذا اهتزت تهتز الجماهير، أحيانا القدوات إذا انحرفت تنحرف الجماهير. لهذا قيل: زلة العالم زلة عالم. فإذا بالناس ذهلوا من الخبر: أأنت متأكدة؟ أأنت جازمة؟ قالت: نعم، كان يفعل بي الفاحشة وهو والد هذا الغلام. فأسرع الناس بفؤوسهم ومعاولهم، وجريج داخل الصومعة ما يدري ما الخبر. فجأة سمع صوت المعاول خارج الصومعة، والناس تضرب يريدون أن يهدوا الصومعة على جريج. فإذا به يطل برأسه: ماذا تصنعون؟ العابد التقي الورع يسأل الناس: يا ناس، ماذا تفعلون؟ الناس يحبونه، الناس الكل يحبه ويوده لأنه الرجل العابد. لكن فجأة شافهم يهدمون صومعته التي بنيت من طين. ماذا تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ فقالوا له: أيها الكاذب، أيها المخادع، يا من تتظاهر بالصلاح والعبادة. قال: أنا؟ قالوا له: نعم، أنت أيها الكاذب والمخادع، زنيت بتلك المرأة العاهرة بتلك المومس، وأنجبت منك ابنا وتتبرأ من هذا. قال: والله ما صنعت. قالوا: تريد أن تكذب الآن؟ هدموا الصومعة وهم يهدمونها
خرج الرجل من صومعته، ما إن خرج إلا وتجمع الناس حوله وبدأوا يضربونه ضربا، يضربونه ويقيدونه ويربطونه، يريدون قتله، يريدون إعدامه. الآن زاني، آخر عمرك، تتظاهر بالصلاح، تتظاهر بالعبادة، تتظاهر بالتقوى وتزني بهذه الفتاة وتكذب، الآن تقول ليس ابني، ربطوه وقيدوه وضربوه. يريد أن يخبرهم لكن لا فائدة، لا أحد يصدقه، شياطين الجن وراءهم، شياطين الإنس معهم، العاهرة الخبيثة مكرت به. نظر إلى صومعته هدت على أساسها، هدمت أمام عينيه مكان كان يعبد الله فيه. انظروا كيف ذل هذا الرجل أمام الناس وهو مقيد، يمرون به في الطرقات، هذا يضربه وهذا يشتمه وهذا يرمي عليه ما يرمي، والناس تسبه وتتكلم عليه. أي ذل أصاب جريجا، إنه ابتلاء. وأحيانا يبتلي الله عباده ليكفر سيئاتهم وربما يرفع درجاتهم. جريج، لعلك أخطأت في حياتك، ما هو الخطأ الذي جعلك يصنع الناس بك هذا؟ قيدوه وربطوه ومروا به في الطرقات حتى جاءوا له به على بيت لمن؟ هذا البيت كان مليئا بالمومسات، الزانيات، العاهرات، وكان الجميع ينظر من خلال النافذة على جريج العابد، ذلك الذي ظن الناس فيه العبادة. الآن اكتشفنا أن كذاب وأن رجل زاني وفاحش وداعر. هذا البيت منو كان فيه؟ كان فيه العاهرات المومسات، فكنا ينظرنا من خلال النافذة على جريج. فمر جريج على هذا البيت فنظر في وجوه المومسات ونظر في وجوه العاهرات، فلما نظر ضحك جريج. ضحك لما؟ تذكر دعوة أمه، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. تذكر جريج دعوة أمه فضحك، علم أن الله عز وجل قد استجاب لها، يدري أنه مظلوم لكن دعوة أمه أصابته، علم الآن أنه قصر في حق أمه. جر جريج الآن فسألهم قبل أن يعدموه، قال أين الغلام الذي زعمتم أنه ابني؟ نادوا العاهر، قالوا لها هذا الذي زنى؟ قالت نعم. هذا ابنه؟ قالت نعم. فقال جريج قبل أن تعدموني وتقتلوني هل لي بطلب؟ قالوا نعم. قال أصلي ركعتين. فصلى جريج لله عز وجل ودعا ربه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال لهم بعد هذا ائتوني بالغلام، وين الغلام؟ الناس كلها الآن متجمعة، غوغاء، ناس تبي بس على أي شيء. فجيء بالغلام وكل الناس ينظرون، اللي من فوق السطح واللي من بعيد واللي يصعد على مكان ينظر ماذا سيفعل جريج. فإذا بجريج يطعنه بأصبعه، ينخسه بأصبعه طعنة يعني صغيرة. ضربه جريج ثم سأله والناس ينظرون، توى مولود الغلام، توى في المهد. طعنه جريج فسأله بكل ثقة، قال أيها الغلام، توى مولود وجريج قاعد يكلمه، قال أيها الغلام من أبوك؟ من أبوك؟ فإذا بالله عز وجل ينطق هذا الغلام، وإذا كل الناس ينظرون ويستمعون، وسكتت الأصوات، وإذا بالغلام ينطق ويتلفت يمنة ويسرح، وإذا في القوم ذلك الراعي مختبئ بينهم، فأشار الغلام إلى الراعي وقال هذا أبي، فنظر الناس إليه ومسكوه، أراد الهرب، فإذا بجريج ينقذه الله عز وجل، وإذا بالكاذبة يظهر كذبها أمام الناس، وإذا بالراعي يمسك بدل جريج. من أنقذ جريجا؟ أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اضطر جريج العابد الصالح، كن مع الله في الرخاء
يكن معك في الشدة. جريج طوال حياته كان مع الله في الرخاء، كان يعبد الله عز وجل، ولهذا ما تركه الله تعالى في وقت الشدة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يكشف السوء عن أهل الإيمان؟ إنه الله جل وعلا. علم جريج أن الله منجيه، لكن علم أيضا أن الله عز وجل عاقبه على تقصيره مع أمه. مهما بلغت في العبادة، مهما بلغت في الطاعة، مهما بلغت في الإيمان، حق أمك عظيم. اليوم الناس أمهم تناديهم وهم على التلفزيون وما يستجيبون لأمهم، مو في صلاة، صلاة عقبه الرب عز وجل. كيف بالذي أمام الكمبيوتر ولا شاشة التلفزيون ولا يطالع مباراة ولا مشغول مع ربعه ولا لاهب تجارته ولا قاعد على دراسته وأمة تناديه ومع هذا لا يستجيب لأمه؟ تبا لهم والله، تبا لهم. جريج عابد في صلاته، عاقبه الرب عز وجل واستجاب الله لأمه وأراه وجوه المومسات. بعد أن علم الناس صدق جريج جاءوا إليه يتأسفون، والعوام هكذا حالهم، والغوغاء هذا ديدنهم، فجأة معك ولحظة يكونون عليك، فتقلب بهم الأهواء، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم، هكذا عامة الناس. فجاءوا لجريج ذلك العابد، تأسفوا منه، اعتذروا إليه، قالوا ما رأيك أن نعيد صومعتك ذهبا مرة أخرى؟ مطين؟ لا، حاضرين نرد لك الصومعة ونسويها ذهب كلها، لآلئ، فضة، جواهر، اللي تبيح إن حاضرين. جريج يفكر بهذا؟ جريج يفكر بالذهب ولا بالفضة؟ جريج الذي طلق الدنيا كلها، وماذا يريد بصومعة من ذهب؟ المساجد ليست بشكلها، والصوامع ليست بزخرفتها، ولكن بمن يعبد الله فيها، بالمخلصين الذين فيها. كم من مسجد قديم أفضل عند الله من مسجد مرصع بأنواع الزخارف، وربما الفضة والذهب، وجمل بأفضل أنواع الجمال، لكن ما في أحد يعبد الله عز وجل. فقال لهم جريج: لا، لا أريد صومعة من ذهب ولا فضة ولا غيرها من هذه الأمور، لكن أعيدوها كما كانت من طين. فبنوا صومعته مرة أخرى، ورجع جريج يعرف حق الله عز وجل عليه في عبادته، وحق أمه عليه في طاعتها. سئل جريج: لما ضحكت لما رأيت المومسات؟ قال لهم: تذكرت دعوة أمي، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أبنائكم، إذا دعوتم فادعوا الله لهم أن يهديهم، فدعوة الأم مستجابة. احرص على أمك على حقها وعلى أبيك، وإن كنت في عبادة، الفرض خففه والنافل اقطعها استجابة لأمك. تكلم في المهدي ثلاث، منهم جريج، ولعل الله عز وجل يحيينا لنتكلم عن غير جريج ممن تكلموا في المهد. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظة، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرة سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم الطرق وضل دليلنا،
آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء.